في زمن الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز هو مفتي المملكة العربية السعودية. نعم. شيخ الباز زمان شيخ الباز دمو يا عرب أجر يا سعودية العربية أتقال يا رنجو مفتينا وخطواتك. في هذا الوقت كان هناك عندنا من يفتي بحل الغنى، أن الغنى حلال. بس زمان زمان يبقى يالا فتوى مساك عند سو نبات. فالشيخ بن باز رحمه الله استدعى هذا الرجل. شيخ الباز يعني صوت الرجل. هذا الرجل يقول: والله دخلت على ابن باز رحمه الله، والله لا يقيم عليه الحجة، وأنا أقيم عليه الحجة أن الغنى حلال، مغتر بنفسه. أرطوات شيخ الباز سيهد من بلوية وياي تطرعوا سيهد زاري شيخ الباز نمي أتنفوا عنه. هو يظن أن الشيخ بن باز رحمه الله سيناقشه سيناظر، يظن هو هذا. السيا جمتا وشيخ الباب يتكركر يا بلو ما سر الجون جدرونه وهدو السيا السما بقى يتكركرني البكركر بشو بعد تنفوا على الروم. أجلس الشيخ بن باز رحم الله أمام شيخ ابن باز يعني تكركر يا فتو لا يقود هذا الرجل. أجلس أمام فتو لا يسكمته. الشيخ بن باز غطرة الشيخ يعني دائما يعني هو لا يكويها لا يجعل لها هكذا يعني عادية متواضع زاهد رحمه الله. نعم. ابن وبات مطامون أيضا مطمات من البرن ليتشنو ميادرقات تولك دي زاهد نو. نعم. أجاطا من ميتشور. فكان يقول لهذا الذي سوى يبرع له يقول: اتق الله، الله انفرعه، تقف بين يدي الله، الله الله في التقوى مع الله، تحشر وحدك يوم القيامة، يا جماعة كنت كسر كسر تضل الأمة، سواك انت هتأمى له، كيف تصنع هذا؟ اندي تاركه ان فتوى تسأل. ألا تخاف من الله؟ الله أنا أتفرم. هذا قال: يا شيخ اتركني اتركني أخرج. أنت سوية طيبك شمقلا، هذا حبل المشنقة تلف حول عنقي. إيه قمرناو عن قتل انت بالتنعيم عنك هني بزيها النقاقر. لا افتي بالغنى بعدك ابدا. كذبها لا زفني وقال ميبال فتوى فص ما لنقرن. ماذا صنع الشيخ بن باز رحم الله مع هذا؟ كذي سوية قار بن باز من دنو يسروا الطريقة الشرعية شريعوية طريقة القرآن يا قرآن مكاكر يعني. فأعرض عنهم كالنسوتو أتشو وعظهم مكاكر أتشو ما قال ناظرهم تكاكر أتشو على وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني قل لهم قولا يبلغ مبلغا يعني كبيرا في أنفسهم لنسو نقر أتشو كالب أتشو سرطو يمجبك آلات نقر أتشو يعني. إذن هذه طريقة القرآن. هي القرآن أما كاكره له. ولا نفتح مجالا للشبهات. عنك فات فرصة عنك فات الدلال نمتات بيجتال المفاتر سروج.